بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. عندما قرأ جعفر القرآن. إذن يا شباب هذه هي الأقوال والمناسبات التي قيلت فيها. هيا يا شباب. كيف ذلك؟ أول شيء رقم واحد يعني؟ نعم دال. ثم هيا أنس. حاء. حاء. أحسنت يا أنس. أي حاء يعني الآخر؟ نعم. ثم جيم. أحسنت يا جنيد. جيم. ثم هاء. هاء. هاء ليس حاء. هاء. ثم زاي. نعم. ثم باء. نعم نعم. ثم لا واو ثم ألف. واو ثم ألف. نعم. هيا يا أخي عتيق. أنت قرأت؟ لم تقرأ شيء لكن لم تجب شيء. أنت قرأت الأول وسكت. أجب أيام طرح وفضل في مصحيح الفضل. أول هي تجد من المسلمين كانوا يفضل خطأ حقيقة. هجرة المسلمين الأولى كانت ليثرب. خطأ. السد ما جاء ضيوف. لا جاء تحت إلى فصول المستوى الثاني ثم ذهب. ما الصواب؟ إن كانت خطأ ما الصواب؟ تفضل يا عتيق. أنهم يذهبون خوفا من الفتنة.
تفضل يا سعد. هيا يا شيخ سعد. باء نتركه. ما شاء الله. أصحاب. أص جيم. لا لا أصحاب. أرسل. تفضل يا جنيد. تفضل يا اخي. ما معنى الجمله الثانيه؟ هنا يا شباب تفضل يا اخي. لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه. لا لا يقدر أن يمنع، لا يستطيع أن يمنعهم مما هم فيه. لا يستطيع. لا لا يستطيع صح. هل يتكلم؟ أن يردهم عنه، ليس ممكن أن يردهم عن هذا الأمر. ماذا؟ كيف ملكة؟ إنهم أصابوا بها داراً وقراراً. أصابوا بها داراً وقراراً. سافر المسلمون إلى الحبشة وأدركوا وأصابوا بها داراً وقراراً. أصابوا يعني صار. يعني شيء صار بها. أصابوا يعني ملكوا، أدركوا، وجدوا.
وليس أصاب من المصيبة أنه يصيب شيء. ها؟ يعني هم في الحبشة السلام ما في مشكلة. نعم. إذا نقول ارتاحوا فيها وأصبحوا آمنين. ارتاحوا في الحبشة وأصبحوا آمنين. ها هو عمرو يقول للنجاشي جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. ما معناها؟ يعني ليسوا ماذا؟ ليس لا ليس يعني شيء كبير. لا ليس ماذا؟ يقول جاءوا بدين مبتدع. مبتدع يعني شيء لا مجهول جديد لا نعرفه نحن ولا أنت ولا تعرفه حتى أنت. يعني جاء من الله. عمرو يقول له جاء من الله. يعني إذا كان يعرف وجاء من الله كان دخل الإسلام يا أخي. آه. شيء لا يعرفون الناس. ما معنى ذلك؟ جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ليس ليس ها آه. ليس ديننا وليس دينكم دينك. إذا ليس كما قلنا يعني هو يقول للنجاشي هؤلاء جاءوا بدين جديد ليس ديننا هذا الدين ليس ديننا الذي نحن عليه ولا هذا الدين هو دينك الذي أنت عليه. نعم. لم يكن شيء أبغض عليهم لا يحبان سماع كلام النجاشي رحمه الله. هيا يا أخي سعد. كنا نستحمل المحارم ولا نعرف ولا نعرف حلالا ولا حراما. نعم ما معناها كنا نستحل المحارم ونزيه الجوار يعني ولا نعرف حلالا ولا حراما. الحياة قبل الإسلام يعني الناس لا يعرفون جاهلية أي في جاهلية. ما هذا؟ أي في جاهلية. أي في جاهلية. نعم. كلمة أي معناها بمعنى أقصر لك على من سواك. بل لا 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 ليس مرص ليس مرص. أخبرني هذا بارد. ماذا تجلس في البرد؟ هذا بارد. هذا بيت بارد. أخطرناك على من سواك. أخطرناك على من سواك. على من سواك ورغبنا في جوارك. ما معنى سواك؟ غيرك. سواك يعني ليس نحن وليس نحن. كيف لسنا نحن وليس نحن؟ أي شباب اخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك. المسلمون نعم دينه عادي. نعم يعني فضل بلادك على غيرها لم يذهبوا إلى أحد غيره. إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. فذلنا
فضلنا يعني لا فضلنا يعني مصدره واحد. خلاص سهل جدا يا شباب الثالث سل بين الكلمتين التاتين تاتين بعد صد طيب صد طيب كيف صد طيب هل يصح هل انت يا اخي جنيد استمعت الى احد يقول صد طيب طيب لماذا تقول يقول صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا يعني دائما تسمعهما معا يعني مثلا أنا أقول الأولى صدق الحديث صدق الحديث ما معنى الميتة؟ مش الميت عبادة؟ ميت أمانة؟ عبادة أمانة؟ الأوثان سنت عبادة الأوثان حسن الجوار سنت يا بني مال اليتيم هذه مشهورة سنت يا أخي دين دين مبتدع قول طيب الله كلام الازحام لا ليس قول طيب يا كلام نعم قول الزور قول الزور وكلام طيب الواو أكل الواو أكل الميتة أكل الميتة لا أكل الواو هيا يا زيدان سهلة جدا قطع الأمانة قطع الأرحام يا أخي لا يوجد غيره يا بني وأداء الأمانة أكل الواو